هيرجع يلعب كورة تاني ويقعد مهاجمين مصر في البيوت. ميدو هيلبس تيشيرت الزمالك من تاني ويحل أزمة مهاجم المنتخب اللي مش شايل لها حل. مفاجأة في عودة أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك والدوري الإنجليزي السابق للملاعب مرة تانية. تعالوا نعرف التفاصيل الكاملة. البداية كانت مع أحمد حسام ميدو اللي فاجئ الكل بقرار غريب وعجيب على السوشيال ميديا. أحمد حسام ميدو امبارح طلع في لقاء تلفزيوني وأكد احتمالية عودته للملاعب من جديد. اتكلم في مفاجأة كبيرة وقال احتمال كبير أرجع ألعب، أنا ما اعتزلتش، أنا خدت أجازة 10 سنين كنت باخد فيهم خبرات، دلوقتي بحضر نفسي بدنيا وبتمرن مع فريق 19 سنة بنادي الزمالك، وبنسبة كبيرة هكون متواجد مع فريق الدوري الموسم اللي جاي وهسجل 10 أهداف. ميدو خلاص قرر يرجع يلعب كورة تاني، بس عارفين مشكلة ميدو إيه؟ أحمد حسام ميدو وهو لاعب أو حتى بعد ما اعتزل الكورة كان شخص محبوب جدا، بل أقرب لفكرة أيقونة لناس كتير في كرة القدم، نجم عالمي متحدث لبق بيفهم كورة بشكل عام، شخصية جذابة، تحب تسمعه وهو بيتكلم، لكن فجأة بقى شخصية مش مفهومة. بقى بينط من مركب للتاني بسرعة البرق، شوية يقدم نفس اللاعب المصري بتاع كل الجماهير، وشوية يقدم نفسه الزملكاوي بتاع الدرجة التالتة، شوية مع مرتضى، شوية ضد مرتضى، شوية محلل كروي محترف، وشوية قاصف الجبهات اللي بيطلع يفرتك أي جبهة، شوية مدرب، شوية محلل، شوية مذيع، شوية صاحب أكاديمية لاكتشاف المواهب. أنا شخصياً ما بقتش فاهم هو ميدو إيه، للأسف ما قدرش يستثمر مهاراته وقدراته من بعد الاعتزال، بقى شخص مشوش ومش مستقر، وآخرها عاوز يرجع يلعب كرة. أتمنى ميدو يختار كارير واحد وسكة واحدة ويكمل ويدوس فيها، واللي أكيد إنها أي حاجة غير إنه يرجع يلعب كرة تاني، لأن وقتها هيبقى بياكل من رصيده كتير قوي. ولا أقولك ده الدوري بتاعنا غريب وأتوقع فيه كل شيء. خبر عودة ميدو للملاعب قلب السوشيال ميديا ومواقع التواصل، واتكلمت الجماهير على عودة ميدو مرة تانية وقالت إن أحمد حسام ميدو بيطبق مقولة أن تأتي متأخرا خيرا من ألا تأتي. ميدو عنده مسيرة احترافية هايلة، لكن للأسف آخر أيامه الاحترافية وزنه بدأ يزيد، ويمكن ده السبب إنه ما كملش احتراف بره مصر ورجع وبعد عن المنتخب كمان، وده كان بسبب وزنه الزيادة اللي فيه أقاويل بتقول إنه السمنة دي بسبب مرض واعتزل كرة القدم في سن صغير. ميدو دلوقتي بيتمرن وشكله ملتزم بنظام غذائي وبيحاول يعمل جسم قوي، ولو بيعمل كده بسبب أكاديمية كرة القدم بتاعته وبيحاول يكون قدوة للشباب فيها، وكمان عشان يظهر بمظهر رياضي يليق بيه كرياضي محترف. حب أقول له عاش يا بطل، وحقيقي أنت نموذج كويس. خبر عودة ميدو بالنسبة لي مبهجة بصراحة، وحاسسها حاجة حلوة جدا بغض النظر عن نتائجها. لاعب مجتهد وعبقري، وأكيد مستني أشوفه مع العشق الزمالك.